طبعا لا تنسون جد فت شغله جدا مهمه، انه العوامل المساعده، العوامل المساعده تكون لازم ضابطيها 100%، لانه لكل عامل مساعد عمل يختلف عن الثاني. من نجي على reactions of الكين، احنا خلصنا بالسلايدات السابقة، خلصنا التفاعلات، تحضير الالكينات، يعني احنا حضرنا الالكينات، لكن الان نجي على التفاعلات اللي يدخلها هذه الالكينات اللي احنا حضرناها. يعني شنو التفاعلات اللي حبذها الالكين حتى يدخلها؟ اول شيء عندنا الادشن reactions، اللي هو الادشن of هيدروجين، اضافة هيدروجين. من يكون عندي اي الكين دبل بوند اضيف الهيدروجين، بالتأكيد تنكسر واحدة من الأواصر، فتكون الكترون على الكربون هنا والكترون الثاني على هذا الكربون، وبالتالي يجي هيدروجين يرتبط هنا وهيدروجين يرتبط هنا بوجود العوامل المساعدة هنا، البلاتينيوم والبلاديليوم طبعا او النيكل، زين. وطبعا تفاعل واضح جدا. هنا addition of halogen نفس القضية، من يكون عندي الالكين دبل بوند من اضيف له اكس 2 مثلا سي ال 2 او بي ار 2 زين او اي 2، راح تنضاف اكس تجي هنا واكس تجي هنا وهكذا. من نجي على الميكانيزم للادشن اوف هالوجين او الهالوجينه او الهالوجينيشن، من يكون عندي دبل بوند بالالكينات، واحدة من هذه البوندز تسوي اتاك على هذا الاكس الهالوجين، وبالتالي الآصرة راح تنكسر وتروح على الاكس الثاني على الهالوجين الثاني، فينتج عندي طبعا بالتأكيد ينتج عندي هذا السايكليك سيستم. السايكليك سيستم هذا النظام الحلقي الثلاثي، هذا انستيبل لسببين، خلي بالك على هذه السببين. السبب الاول انه دائما دائما انه طبعا الحلقة الثلاثية تكون unstable، مجهدة. ليش مجهدة؟ لانه هذا السيستم الالكترونيك سيستم مال هذا الهالوجين قريب على هذا الكربون، وبالتالي قريب على هذا الكربون، فيكون عندي اجهاد جدا عالي، يعني unstable. يعني راح تاخذوها انتم ان شاء الله انه من نجي على الحلقات، على الحلقات الالفاتية دائما الحلقة الرباعية تكون ستيبل اكثر من الثلاثية، والخماسية ستيبل اكثر من الرباعية، وبالتالي السداسية ستيبل اكثر من الخماسية، زين. فالحلقة الثلاثية انستيبل دائما تكون، هاي نقطة. النقطة الثانية عندك البوزيتيف تشارج الموجودة على هذا الهالوجين، طبعا الفالنسي مال الهالوجين اللي احنا نعرفه دائما واحد، يعني دائما من نشوف احنا HCl او KCl، يعني هو يتحمل اتوم واحد او آصرة واحدة، ما يصير تكون عندي آصرتين. فان وجدت آصرتين راح يصير عندي بوزيتيف تشارج على هذا الهالوجين، وبالتالي هذا الهالوجين راح يعاني من انكسار للآصرة. عموما شو راح يصير عندي؟ هذه الهالوجين الثانية اللي صارت عبارة عن شنو، عن بها الكترودنسيتي عالية، كثافة الكترونية عالية، راح اسوي مباشرة اتاك على واحد من الكربونات اللي موجودة، وبالتالي تنكسر هذه الآصرة حتى تعوض النقص بالالكترونات، فيكون عندي هنا X و X، فيكون عندي هنا الكمباوند هذا ستيبل. هنا عندي الرياكشن الثالث من التفاعلات اللي يدخلها للكينات، اللي هو addition of hydrogen halide. addition of hydrogen halide يكون عندي HCl او HBr او HI، اضيف الهيدروجين هاليد الى الالكين. من يكون عندي اي الكين اضيف له HX مباشرة راح يكون عندي هيدروجين بX، زين. HX هي عبارة عن HCl HBr HI. هنا the hydrogen attack itself to the carbon that already holds the greater number of hydrogens. هذا الستيتمنت يسموها الماركوف نيكوف رول. شنو ماركوف نيكوف رول؟ هذا فد عالم عنده فد قاعدة جدا مهمة، انه يقول لك الهيدروجين اللي راح اضيفه، انا مو راح اضيف اتش اي هنا، انا عندي هنا سي البروبين، عندي سي اتش 3 سي اتش و سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2، من يضيف اتش اي يقول لك الهيدروجين ينضاف على ذرة الكربون اللي بيها عدد هيدروجينات اعلى. طبعا احنا دا نحكي على
هذا ال CH وال CH2 اللي هي اللي بيها دبل بوند. من اضيف الهيدروجين HI يقول لك ينضاف، ماركوف نيكوف يقول الهيدروجين ينضاف على ذرة الكربون اللي بيها greater number of hydrogen، يعني العدد الاكبر من الهيدروجينات، فينضاف الهيدروجين هنا عندي دبل، عندي هنا 2 هيدروجين فيصير عندي CH3، هنا عندي هيدروجين واحد فينضاف الاي العفو هنا. عموما هذه القاعدة ماركوف نيكوف. هنا اذا اضيف نفس المثال CH3 CH double bond CH2، اذا اضيف HI اذا يجي الاي هنا والH هنا يقول لك هذا ما يصير، هذا لا يمكن حدوثه الا بظروف معينة راح نجيها ان شاء الله بالسلايد المقبل. هنا يقول لك if the reaction take place the absence of peroxide، يعني يقول لك الرياكشن التفاعل مالتي من يكون ما بي بيروكسيد، بيروكسيد اي بيروكسيد، مثلا عندك ال H2O2، H2O2 هذا بيروكسيد. اذا كان عندي رياكشن ما بي absence of peroxide the addition of HBr to alkene follows Markov Nikov rule، يعني من ما يكون عندي بيروكسيد راح تتبع الرياكشن، يتبع قاعدة ماركوف نيكوف. On the other hand, if the reaction take place in the presence of peroxide، من يكون عندي بيروكسيد موجود بالرياكشن، HBr adds to alkene، زين يكون عكس ماركوف نيكوف. هنا هنا عندك in the reverse direction، يعني بالشغل يعني بالطريقة العكسية. عموما من يكون عندي بروبيلين CH3 CH double bond CH2، هنا HBr، هنا عندي HBr راح اضيف HBr، ماركوف نيكوف يقول لك هنا ينضاف ال H وهنا ال Br، يعني تنضاف الهيدروجين على على ذرة الكربون اللي بها عدد هيدروجين اكبر. من يكون نو بيروكسايد، هنا عندي نو بيروكسايد، ايش راح يصير عندي؟ راح تنضاف على قاعدة ماركوف نيكوف addition CH3 CHBr و CH3. اما اذا ضفنا للتفاعل بيروكسايد، ضفنا للتفاعل بيروكسايد راح يصير العكس، هنا الانتي ماركوف نيكوف اديشن CH3 CH2 CH2 Br، يعني ضفنا هنا هيدروجين وضفنا هنا Br. اديشن اوف سلفوريك اسيد، السلفوريك اسيد هو من حامض القوية جدا، خلي بالك انه من اضيف H2SO4 عندي هيدروجين يجي على كربون والكربون الثاني ينضاف عليها ال SO4H، زين لكن ينضاف بهذه الطريقة، ينضاف ب OSO3H، زين ليش ما قلنا SO4H؟ ليش قلنا OSO3H؟ السبب هو لأنه الآصرة صارت بين الكربون والأكسجين، بين الكربون والأكسجين مو الكربون والسلفر. لو صارت الآصرة، لو تصير الآصرة بين الكربون وهذا الكبريت كان قلنا SO4H، لكن الارتباط صار بين الكربون والO، كربون والO، فقلنا OSO3H. زين هنا من نضيف أي concentration of H2SO4 مباشرة ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي الإضافة حسب ماركوف نيكوف، يعني هيدروجين ينضاف على ذرة الكربون اللي بها عدد هيدروجينات أعلى، و SO3H ينضاف على ذرة الكربون الثانية اللي بها آصرة مزدوجة، فيصير عندي هنا هيدروجين انضاف هنا بالطرف و OSO3H انضاف على هذا الطرف الثاني. من أضيف ل H2O with heat بدرجة حرارة معينة، زين راح يتحول هذا OSO3H إلى إيش؟ يطير عندي هذا SO3 ويكون عندي OH، تمام؟ نفس الأمثلة الباقية. نجي على الرياكشن الخامس هو addition of water، الهيدريشن. هيدريشن هو addition of water، بينما dehydration هو elimination of water. كذلك الحال بالنسبة للهالوجينيشن، إضافة هالوجين. dehalogenation سحب هالوجين، أو hydrogenation إضافة هيدروجين. dehydrogenation هو سحب الهيدروجين. هنا من نضيف الووتر الهيدريشن، الكينز are also reacting with water and this reaction carried out in dilute acid medium،
يعني اسد يكون مخفف. طبعا هذا الرياكشن يتبع قاعدة ماركوف نيكوف رول، ان عندي دبل بوند بلس H2O بوجود دلوشن اوف اسيد يصير عندي H و OH. مثل ما اتفقنا انه هذا التفاعل يتبع قاعدة ماركوف نيكوف، اذا ينضاف عندي الهيدروجين على ذرة الكربون اللي بيها عدد هيدروجينات اعلى من الثانية. هنا عندي دبل هيدروجين، هنا عندي هيدروجين واحد. عموما CH3CH دبل بوند CH2 H2O بوجود دلويوت اسيد ينضاف عندي هيدروجين هنا و OH هنا. الرياكشن السادس اللي هي الهايدروكسيليشن اللي هو الجلايكول فورميشن. الجلايكول طبعا من يكون عندي كربون بكربون، زين اثنيناتهم مجاورات لبعض، يكون بها كل واحد بهايدروكسيل OH OH، هذا يعتبر جلايكول. لكن من يكون عندي كربون هنا الثالث يكون BOH الثالث، هذا شو يسموه الجليسيرين او الجليسيرول. هذا الجليسيرين او الجليسيرول ان شاء الله راح تاخذوه بالمرحله الرابعه بالاورجانيك فارماسيوتيكال كيمستري. هذا الجليسيرين طبعا فد ماده جدا جدا مهمه، هي تكون سايد برودكت لعمليه صناعه الصابون. يعني السينثيسيس اوف صوب يكون السايد برودكت هو هذا الجليسيرين. هذا الجليسيرين فد مادة جدا مهمة، حتى أهم من الصابون نفسه، لأنه تدخل بهواية أمور بالميك اب، يعني صناعة الميك اب، بصناعة السويتس، وطبعا بالتأكيد بصناعة أخرى عسكرية. زين، لذلك احنا نرجع لموضوعنا الجلايكول فورميشن. هنا عندي دبل بوند، من أضيف له الكي ام ان او 4، هو هذا الأوكسيديشن ايجنت جدا قوي جدا قوي. اللي اخف من عنده عندي الكي 2 سي ار 207، هذا اخف من عنده، لكن هذا اقوى شيء. هذا مباشره يحول لي هذا الالكين الى جلايكول، هذا جلايكول. من اخذ الايثيلين بوجود الكي ام ان او 4 و H2O راح بالتاكيد يصير عندي يضاف لي او اتش هنا و او اتش هنا، زين بلس 2 ام ان او 2 و كي او اتش. طبعا لا تنسون موضوع طبعا انه تعادلون المعادله كلها. هنا عندي البوليمرزيشن او البلمره. البلمره هي تكرار للمولكيولز. هنا in the presence of certain catalyzed alkene molecule can add onto each other، زين يعني head to tail to form long chain molecule of very high relative molecular mass. من يكون بها طبعا كتلة جدا عالية. من يكون عندي هنا NCH2CH2، هنا number of CH2CH2 بوجود الأكسجين و heat و pressure، يكون pressure عندي، يكون عندي polyethylene، يكون CH2CH2، تخيل CH2 آسرات ينكسر يصير على CH2 ويرتبط بمول ثاني، فيكون عندي CH2CH2CH2CH2CH2 إلى آخره، يعني باي آخر شيء يكون بين قوسين N. هذا الN هو نمبر معين، يعني فد ألف ألفين تتالاف. هذه طبعا البوليمرزيشن أو البلمرة هي فد صناعة جدا مهمة، تستخدم حاليا بصناعة البلاستيك، زين صناعة البلاستيك والأمور الأخرى اللي تستخدم في المطبخ. خلصنا من الادشن رياكشنز، اجينا على السبستيوشن رياكشن. احنا كانت تفاعلات اضافه، نجي هسه على تفاعلات التعويض. الفرق بين التعويض والاضافه راح نشوفه في هاي الرياكشنات. اول شيء نجي على الهالوجينيشن او الاليليك سبستيوشن. هنا الالكينز react with halogen substitution reaction، the reaction carried out as follow. هنا من يكون عندي تخيل عندي هنا يكون الدبل بوند، هذه الالكين اللي هو البروبين، زين اضيف له الهالوجين بوجود الهيت، راح يكون عندي هذا الاكس. تخيل انه نضاف هذا الاكس على الطرف، زين خصوصا من يكون عندي الهالوجين
low concentration. زين المثال ماته طبعا CH3CH double bond CH2. زين بوجود CL2 زين طبعا هنا يكون مثل ما اتفقنا يكون عندي low concentration مو high concentration. فإذا كان عندي high concentration ممكن ينضاف إضافة يعني على الأصلة المزدوجة هنا X وهنا X، لكن بما أنه كان عندي low concentration وبوجود حرارة عالية راح يصير عندي substitution reaction. يعني عندي Cl2 Cl انضاف مكان الهيدروجين عشان عندي CH3، هيدروجين أخذ واحد من Cl فصار عندي plus HCl هنا plus HCl وCl صار مكان الهيدروجين. طبعا هذا الرياكشن والرياكشن السابق بالسلايد السابق تنضاف الهالوجين على ذرة الكربون المجاور للأصلة المزدوجة. يعني أنا عندي هنا أصلة مزدوجة، هاي ذرة الكربون اللي هي اللي بيها أصلة مزدوجة، فتنضاف على ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون اللي بيها أصلة مزدوجة. فاهمين؟ فهنا فرضا أضيف أني بروموسكسيناميد اللي هو فد أوكسيديشن إيجنت، عموما هو يوفر لي البروم، فيكون الإضافة راح تكون على الواحد أوكتين تنضاف على ذرة الكربون المجاورة. يعني يصير السبستيوشن، يصير عندي التعويض، عفوا التعويض يصير عندي على ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون اللي بيها دبل بوند. يعني أنا كان عندنا CH2 زين، واحد من الهيدروجينات الموجودة هنا غادر فصار عوض عنا البروم، البروم ان سكسينيميد. هنا طبعا مثال آخر السايكلوهيكسين، تخيل أنه البروم ما انضاف هنا، انضاف على ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون اللي بيها أصلة مزدوجة. نجي على الأوزونولايسيز أو تفاعلات الكليفيج رياكشن. كليفيج رياكشن تفاعلات الكسر الأصلة أو شطر الأصلة. بنضيف طبعا الأوزون هذا الO3، تخيل أن بنضيفه على الدبل بوند راح يكون عندي هنا أصلة أكسجين وآصرة أكسجين وسنجل بوند آصرة للكربون، وهنا طبعا آصرة على الكربون كربون، فيكون عندي هذه اللي يسموها الأوزونايد. زين بوجود بوجود H2O والزيتن يصير عندي تنكسر طبعا هذه بالنص، يكون عندي ألديهايد وكيتون أو ألديهايد أنت ألديهايد. تخيل من أضيف الـ O3 على هذا الدبل بوند، هذه الدبل بوند تنكسر كليا، يعني اثنيناتهم ينكسرون، آصرة تجي هنا وآصرة تجي هنا، ينضاف لنا أكسجين وسنجل بوند أكسجين سنجل بوند كربون وسنجل بوند أكسجين سنجل بوند كربون، هنا تنتهي الآصرة نهائيا تنكسر من هذه الجهة، فيكون هذا عبارة عن كامبوند وهذا الكربون عبارة عن كامبوند ثاني، فيكون عندي هذا وهذا. تخيل زين بنأخذ الواحد بيوتين CH3CH2CH double bond CH2، معناته راح تنكسر الآصرة من هذه الجهة، لاحظ لي راح تنكسر الآصرة من هذه الجهة. زين فأضيف الO3 هنا، الO3 هذه الآصرة واحدة تجي هنا على الكربون والثانية تجي على هذا CH2. زين فينضاف الO3 هنا، يكون عندي كربون single bond oxygen single bond oxygen single bond carbon single bond oxygen single bond carbon. يصير شلون هذا الكلام، هنا هذا الكربون اللي حكيت عنه والكربون الثاني اللي هو هذا، تمام. فبوجود راح يصير نفس الكلام هذا، فبوجود ال H2O و ZN يصير عندي هذا البروبنالديهايد، هاي CH3CH2CH دبل بوند O وطبعا CH هنا، ويكون عندي فورمالديهايد على الطرف الثاني. وشكرا جزيلا، واي سؤال تحتاجوا تقدرون تكتبوه بالتعليقات ان شاء الله هجاوبه. مع السلامه.